بس المفروض النهارده ما تضايقناش كتير. ليش؟ لان احنا النهارده يمكن يكون معانا لاول مره ضيف يقدر ما يخليكش موجود في الحلقه. يخفيك. بحركه كده تضايقنا يمنتجك. بخف شبرا. نشوف ضيفك هذا. خلينا نشوف. نشوف ضيفي قد اللي احنا هنشوفه يعني. خلينا نشوف. طب هو عموما ضيفنا النهارده يعني احنا يمكن استقبلنا نفس الموضوع بس اكيد هو ليه طابع خاص وليه اسلوب خاص. العاب الخفه او الالعاب البصريه اللي دايما بتلفت نظر المشاهدين، والحقيقه ان في العالم العربي كمان بقوا بيبدعوا، يعني في اكتر من اسم على المستوى العربي مش بس على المستوى العالمي بقوا ليهم بصمتهم في الموضوع ده. نستقبل معاكم النهارده من الامارات، عشان لو يعني ابراهيم ضايقنا او حاجه هو يعرف يتصرف معاه. نستقبل معاكم معين البستكي. مرحبا جماعة، سوالفنا حلوة، إن شاء الله نكون جايينكم سوالف تكون حلوة لكم وخفيفة على قلوبكم. من الأشياء اللي أتذكرها يوم كنت صغير، الوالد كان يجينا البيت ويجيب لنا ألعاب مختلفة. من الألعاب اللي كانت دائما تحيرني كانت لعبة البازلز، إنك تجيب قطع صغيرة تركبها على بعض فتكون صورة كاملة بصورة تكون يا معروفة يا تكون تطلع كصورة حلوة. ما سوي لكم شيء مثير من هالقبيل، ولكن بنطلب من الاستاذه ندى نطلع فوق عندنا على الستيج عسبنا تكون ويانا في الحلقه. لا تخافي، لا تخافي، عادي عادي، بزر نشوفك على خير. نشوفك على خير. مرحبا. الحمد لله انه مو بنا. في كرسي، اوكي. كرسي موجود، طاوله موجوده، في لوحه موجوده قدامكم. اللوحه هاي لوحه لموناليزا. مو من اللي موجود في فرنسا، حسب لو شليناه من هناك بيسوي لنا مشاكل. فجايب لكم لوحه من موناليزا مركبه من بازلز. قطعه منها منقوصه. عندي في الكيس هذا قطع للموناليزا. اللي ابيك تسوي لنا استاذ ندى، تحطين ايدك في الكيس وتاخذين كم من حبه منها وتراوين للجمهور ان كل الحبات مختلفه من الثانيه. تحطين ايدك في داخل الكيس. اوكي. زين. تطلعين كم من حبه. طلعتي راويهم مثلا، هاي واحدة منها خضرة خضرة، طلع واحدة ثانية تراويهم منها كل القطعة مختلفة من الثانية. اوكي. انزين، القطعة هاي مختلفة من الثانية، في خضرة في سودة. في خضرة وفي سودة. انزين، تحطينه في الكيس مرة ثانية، حطيهم. مو ثلاث؟ رديهم، لا رديهم مو مشكلة. انزين. اوكي. طلعي فيني شوي. ابيش تاخذين كم من حبة؟ تخلطينهم أول شيء. خذ كم من حبه وتراوينه مره ثانيه ان كل القطع كانوا مختلفين مثل ما احنا شفنا. انزين. اوكي. راويهم قطع مختلفه. تحطينها على الطاوله. هذه المختلفه. كل المختلفين من الثانيه، صح؟ اي. تحطينهم كلهم على الطاوله. هذه مختلفه وهذه سوداء. يعني كلهم مختلفين عن بعض. كلهم مختلفين عن بعض. الحين يا باج اللي تسوينه. اوكي. تحطين ايدك في الكيس وتاخذين قطعه واحده بس. خلي ايدك. حطها في الكيس. خذي قطعة واحدة بس. خذتي قطعة واحدة. مثل ما شفتوا الكيس كان في قطع مختلفة. اللوحة كانت قدامكم ملحفة بغطاء. أنا بشيل الغطاء من اللوحة عشان تشوفونها. أستاذة ندى، كانت تتكرمين تين فوق تشوفين هل القطعة اللي في إيدك تكمل الصورة ولا لا؟ والله باين ان هي تكمل الصوره. تراوينا للجمهور مع الجماره. فعلا. واو. وطبعا هيكون في اسئله كتير نعرف منك الموضوع ابتدى ازاي وكده، بس هو ازاي انا فاكره ان انت اللي هتعمل الموضوع، ازاي يعني بقى ليك تاثير على حد تاني ان هو اللي يكون بيعمل الالعاب الخفيه دي؟ جدا. انا المجال اللي انا متخصص فيه اكثر هي لعبه العاب الخفه كشجره فيها فروع مختلفه.
اوكي. فمن الفرع اللي انا مختص فيه اكثر هي فرع العاب المايند ريدنج او المنتاليزم او قراءه التفكير والتاثير في التفكير. والبرامج اللي اطلع فيها اكثر شيء اسويها هي هالنوع من الخدع. بس اكد انها هي خدع. انا ادري ان ابراهيم وايد متحمس يبغى يقول شيء، ولكن المجال هذا السبب اللي انا تخصصت فيه اكثر كان لانه كان منقوص في العالم العربي. أوكي. كل واحد جاي يبغى يسوي الوجن، ولكن المايند ريدنج انا كان نوعا ما ميولي له اكثر من المجالات المختلفه. هو في سر يعني في الموضوع؟ يعني ازاي يعني كلنا اكيد في نفس اللحظه عقلنا رايح على البازل اللي ناقص، يعني ايه ولا ده سر ولا ايه؟ هي شوفي كل لعبه لها سر. اللي يقول لك ان في شيء غير الخدع او ان له قدره خارقه، انا معارض وانا انتقده واقول ان هذا الشيء مش موجود، هي خدع، هي سر. ولكن جمال العاب الخفه ان المشاهد او اللي قاعد يشوفك مو بعارف الخدعه شلون، وانت كمتخصص فيها عارف انها وهم بعارفينها.